مو ممنوع المسبح بكيفك انت، دائما ضيوفنا ياخذون الحريه الكامله واحنا على الهواء. دكتور حياك الله. اليوم مشاهدينا معنا ضيف استثنائي الدكتور خالد الطيب، مختص وخبير في الطب البديل، وهو دكتور متخصص في الكيمياء. فدكتور حياك الله في ليالي الكويت. الله يحييك ويحيي الاخت غاده، انا سعيد جدا. يا اهلا وسهلا، منورنا دكتور. مع الاخوه المشاهدين وان شاء الله يكون اللقاء مثري. دكتور ليش يعني رحت اخترت هذا التخصص، الطب بالاعشاب او الطب البديل انجاز التعبير؟ لا انا كيمياء من البكالوريوس للدكتوراه. حلو. كيمياء. حلو. بس لما كنت طالب في سنه اولى كنت احب الاعشاب وادرس الاعشاب، واخذت معي كتاب الطب النبوي واخذت معي بعض الاعشاب هناك. فالطلبه ربعي الكويتيين اللي ضرسي عوره اللي كلها يوني يعني، فما ان انتهيت من الدراسه الا ضاع يعني ذاع صيتي واشتهرت بين الدواوين. ما شاء الله. من الدواوين انتقلت الى الجرايد ثم الى الاعلام، ففتح لي باب وانا تقريبا في هذا المجال 42 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله. 42 سنه بحث وقراءه و... بس شلون يعني بلشت معك المساله؟ يعني كهوايه ولا؟ لا والله انا الوالد رحمه الله عليه لما اندفنته شويه تاثرت وايد وصابني حزن، ضغطي ارتفع، الادويه ما كانت تجيب معي نتيجه. اي. فعديل الله يذكره بالخير دكتور سعود العصفور قال لي ليش ما تاخذ الطب النبوي وتشوف في وصفات زينه، الحبه السوداء اقرا عنها شفاء لكل داء الاسام اللي هو الموت. فاعطاني هالكتاب هدا لي ولا زلت احتفظ بهالكتاب 42 سنه. فهذه كانت البدايه. فكانت بعض الامراض الجلديه ظاهره معاي وكان علاجها يطول، يعني ياخذ مع الكانستين على سبيل المثال والترافوجين كان ياخذ العلاج 30 يوم. أيه. فاستغربت من حطيت الحبة السوداء والخل على الجلد خمس ساعات وشلتها. هذا حق حساسية أو ارتكارية أو شيء كذي؟ فطريات جلدية. استغربت أنا أن 30 يوم اللي استغرقها العلاج العادي خمس ساعات فقط مع الحبة السوداء والخل. فهذا شجعني أني أنا أبحث في هذا المجال. حلو دكتور، احنا نتكلم اليوم في طب كلاسيكي اللي عندنا، في كذا آراء أنا قريتها بصراحة، أنه يقول لك الطب البديل هذا مع احترامي لشخصك خرافة. نعم. يعني مو شرط انه، لان احنا اليوم بالطب الكلاسيكي نخترع منتج صحي او علاجي من ثم يتم نختبره وبعدين نتم تجربته على الناس. هذا يحتاج الى مثلا اعرف حاله المريض واعرف الجرعه بالتحديد واعرف متى يستخدمه. الطب البديل اخذ هذا وامش، يعني اخذ هالاعشاب هذه وروح، لها اضرار ما لها اضرار. اولا انا ضد تسمية طب الأعشاب بالطب البديل، لأن ما في بديل للطب الحديث، ما في أبدا. حلوين، هذا انساه، انتهينا من هذا النقطة. تمام. أنت تبي تاخذ الأعشاب اخذها بالتوازي مع البرنامج الطبي اللي يعطيك إياه الطبيب، لأن كثير من الأعشاب للأسف يعني الناس، هذه معلومة يعني خافية عن كثير من الناس، أنها تثبط إنزيمين مهمين جدا تنتجهم الكبد اللي هو سايتوكروم. هذه الإنزيمين الاثنين فئة أو فصيلة السي واي بي، عندك انت ال 2D6 وعندك انت ال 3A4. هذين الانزيمين الاولاني مسؤول عن تمثيل 20% من الادويه الصيدلانيه، والثاني مسؤول عن تمثيل 50%. بعض الاعشاب تثبط الانزيمات هذه، فانت لما تاخذ علاج من الطبيب وتاخذ مع اعشاب تثبط الانزيم تحس نفسك انك انت ما استفدت، ويمكن حالتك تزداد سوء وانت ما انت عارف ليش. والسبب بعض الاعشاب، انا اعطيك مثال بسيط جدا. تفضل. المريضات اللي معاهم سرطان ثدي، عافانا الله واياكم من هذا الشيء واخواتنا وبناتنا، لما يكونون تحت جرعات الكيموثيرابي، الدواء اللي يعطونهم اياه عشان الكيموثيرابي يتعامل او اللي يمثله في الجسم اللي هو ال 2D6 سي واي بي دي 6، الحبه السوداء تثبط هذا الانزيم وهذا يضرهم. فلما تاخذ جرعات الكيموثيرابي وتاخذ مع الحبه السوداء على بنا والله شفاء لكل داء وكذا، وتشوف نفسها انه الطبيب يشوف انه مو قاعد تستجيب الكيموثيرابي، يقول لها يا بنتي انت ايش قاعد تستخدمين انت؟ فهني الجهل وهني اللي دششنا في متاهات واللي يخلي يعني الاعشاب محاربه، ومعاهم حق الدكاتره. نعم. لان لازم تعرف ان يعني بعض الاعشاب يعني تتعارض مع الانزيم اللي هو مهم جدا علشان يمثل الدواء اللي انت تاخذه. عشان تستفيد من الدواء لازم توقف لازم اي شيء ثاني. ايوه. في اعشاب يسمونها باي باس ليفر، ما تشتغل عن طريق الكبد، هذه امنه جدا. حلو. في اشياء تروح
تأثر على هذه الإنزيمات. طيب مثل شنو دكتور اللي مثل ممكن هي تفيدهم وقت العلاج؟ مثلا أنت عندك الإكينيشيا على سبيل المثال. شنو؟ الإكينيشيا اللي هي حشيشة القنفذ الأرجوانية يسمونها، عندك عشبة القديسين سان جان فورث، عندك بلاك كهوش اللي هو الكهوش الأسود، هذه كلها تثبط هذه الإنزيم. فيعني لا غرابة أن أكثر أدوية الاكتئاب اللي بالأعشاب تتعارض مع أدوية الطب النفسي، والسبب أنها إيش؟ أنها تثبط هذا الإنزيم، ما عدا عشبة واحدة اللي اسمها جوتوكولا، هذه بايباس ليفر، ما لها شيء قلب يعني يقدر يأخذها المريض مع أدوية الطب النفسي. هذه موجودة في محلات المكملات. إنزين واللي ما يأخذ أدوية عادي الموضوع مفتوح بالنسبة له؟ فرض ما أخذ يعني ما يأخذ أدوية يعني ما عادي يقدر يأخذ الأعشاب يستفيد منها. عادي ما راح تضر شيء. لأن ما في تعارض ما في تضارب. بس في بعض الأعشاب ممكن تضر الكلى الكبد بشكل نعم كبير حتى لو هو مو قاعد يأخذ أدوية كيميائية. في أعشاب يعني أدوية صيدلية لا نأخذ أدوية طبيعية. حتى وإن كانت على شكل الحبوب اللي الحين تقريبا السبلمنتس كلها صايرة يعني أو ما يروج له أن كلها طبيعية ومن أعشاب. نعم. هذه شنو؟ هذه أمان؟ في بعضها آمن جدا إذا كانت الجرعة مدروسة. في بعضها لا، في بعضها سام. سام. سام جدا. أوف. يعني أنا استغربت أن واحد يوصي الناس طالب الفيديو ويقول لهم الحنظل اللي معك أو أربطهم هذا الحنظل، ما يدري الحنظل هذا سام، سام الإنسان هذا اسمه بس يخرع. الوحيد البهايم اللي تأكل عادي ما يسخن شيء بس سام الإنسان. أي يعني يصيب أسهالات خطرة جدا ممكن تؤدي للوفاة. هذا معروف الحنظل اللي هو شيء مبرر، هذا ما حد ياخذ اطلاقا الحنظل، يبتعدون عنه ينسونه. فقاعد بالفيديو يقول يروج الناس الحنظل هذا، يروج الحنظل. نعم. في 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 نظريات، عفوا دكتور، في نظريات كانت قائمة عبر قرون تم إبطالها تماما بسبب عشبة واحدة بس، أبطلت النظرية كلها كاملة. نظرية اللي هو الدكتور نفساين اللي هو إيش؟ محاكاة الطبيعة اللي كان من خلالها الإنسان يطلع ويدور النباتات اللي تشبه أعضاء جسم الإنسان، مثلا عشبة الثالوث تشبه القلب، عرفت شلون؟ هذه مفيدة للقلب. حشيشة الدينار ولا هذا كذا، يشوف شنو العشبة وشنو تشبه من جسم الإنسان، فيقول لك هذه أنا بيها علاج كذا. لغاية القرن السابع عشر، شوف هذا الكلام من الحضارة اليونانية. نعم. لغاية القرن السابع عشر لما اكتشفوا أن عشبة الحمل اللي يسمونها عشبة الحمل هذه فيها حمض سام جدا اللي هو الإرستولوشيك، هذا اللي اتهم الغصن الهندي أن هذا الحمض السام فيه، لا الغصن الهندي ما له علاقة. هذه النباتات بالذات الأزهار تفرز هذا الحمض العضوي عشان تحمي نفسها من الحشرات. نعم. أنا برجع دكتور حق الغصن الهندي واتهاماتهم بالنسبة لهذه النبتة، لكن السؤال اللي بفهمه اليوم بشكل عام عشان أدش معاك في عمق الحوار، الطب الأعشاب هو مكمل للطب الكلاسيكي ولا ما له علاقة ولا ما يصير أشاركهم ويا بعض عشان بس توضح صورة للناس؟ شوف انت تقدر تسميه مكمل مع شويه يعني يعني مثل ما تقول يعني نكون حذرين بهذا الكلام. يعني مثلا الطبيب يقول لك انت مثلا معك نزله معويه، خلينا نقول انفلونزا، يقول لك طيب انت روح مثلا اشرب زنجبيل مع شويه ليمون وعسل وكذا يساعدك على انك انت تتعدى المرحله هذه، هني لا باس. ما في طبيب يقول لك اترك علاجي وخذ الاعشاب، ما في، ولا في احد يقول لك ويتجرأ يقول لك اترك الطب اترك علاج الطبيب وخذ الاعشاب. وهذا الكلام صحيح طبعا، هذا الكلام صحيح. حلو. في حال ان الطبيب قال لك والله حالتك ميؤوسه ما نعرف لها، هني شو يضرك لو عرفت شلون؟ اي فاهم. ولكن انك انت تعال، للاسف هذا اللي قاعد يصير، عرفت شلون؟ اترك عنك دو الطبيب هذا تجارب وهذا كذا كذا، هذا الكلام اللي للاسف اللي رجعنا له ورا. لا، والان دكاتره كثير يعرفون الاعشاب، وبالعكس يجي المريض يقول له بالاضافه الى هذا خذ هذا، خصوصا دكاتره طب العائله. اوكي. وهذا الشيء زي ممتاز، وحضروا معي دورات انا دكاتره طب العائله وايد حضروا معي دورات، في اعطيت انا دوره في 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 تركيا، واعطيت كذلك دورات في الكويت، اطباء يحضرون. سالت واحد فيهم قلت له ليش يعني؟ قال انا بعرف شيء الاعشاب يهمني اني اعرف. جميل. حضر دوره معي. جميل جدا. يمكن دكتور خلفيتك الخاصه بعلوم الكيمياء وانك تعرف هذه التفاصيل اكيد اهلتك بشيء بشكل كبير ان انت تتعرف شلون اعرف استخلص المواد الفعاله. أيوة. وش اللي يمشي مع شنو وش اللي يتعارض مع شنو. بالضبط. بس احنا كعرب عندنا الطب الشعبي او الطب القديم الطب العربي لا باع طويل في تاريخنا وبحضارتنا عادات وتقاليد ربينا عليها، منها الصحيح ومنها
منها اللي يعني يصل لدرجة أنه يعني مثل ما يقولون. صحيح صحيح. فإحنا عندنا هذا التقرير نبي نشوفه مع بعض ونرجع نتكلم معاكم عن الطب الشعبي. رجعنا وياكم مشاهدي الكرام مكملين في ليالي الكويت. أي مشاركة أو تساؤل مع ضيفنا الدكتور خالد الطيب على هاشتاغ ليالي الكويت في تطبيق تويتر أو إكس. دائما بالاستطلاع أغلب الآراء كلها رايحة أنها ضد طب الأعشاب. رأيك تعليقك؟ طبعا كل إنسان حر بيبدع رأيه، إلا ربما الشريحة اللي تمت مقابلتهم ناس ما استفادوا وحصلت معهم مضاعفات. أنا بس أبي أذكر نقطة، الناس الآن اللي تأخذ الحليب والوزر مال النوق حلو علشان علاج السرطان دائما يوصى بعدم تناول الحليب الغير مبستر لمرضى السرطان، خصوصا اللي يأخذون إيش الكيموثيرابي. حلو. لأن الكيموثيرابي ينزل مناعتك إلى تحت، والحليب الغير مبستر يعرضك للإصابة ببعض الجراثيم الميكروبات وأنت ما عندك مناعة، فحالتك تزداد سوء. فهني تدير بالك ما تأخذ إلا أشياء مبسترة، ما تأخذ مشتقات الحليب إلا تتأكد إن هيش إنها مبسترة تماما. البيض على سبيل المثال مصدر السالمونيلا هني ما ينصح فيه إلا إذا كان معالج تمام، يعني شو أقول لك، يعني شلون تفحص البيض ما تقدر. فهني في أشياء يمتنع عنها المريض لأن تحت تأثير دواء ينزل مناعته. نعم. فالحالة تستاء لو إن أنت رحت فيها، عرفت شلون؟ نعم دكتور، بس أسألك الحين، عندي مثلا واحد من الشباب هو الخبرة، هو صاير طبيب الديوانية، يعني حسيت إنه فيك قولون مثلا، يقول لك حبيبي روح محل عطارة، العطار العادي وخذ لك العشبة الفلانية أنت أمورك تمام. هل الطريقة هذه، أنا بس بوصل رسالة للناس عشان التوعية، بس طريقة صحيحة ممكن أروح أي محل عادي غير مختص واحد يبيع يعني بيعطيني كذي، هل فيها مضرة فيها مضاعفات؟ يقول لك خذها إذا ما نفعتك ما راح تضرك أصلا. هذه المقولة إذا ما نفعت ما تضر، هم أنا ضدها، أن في أعشاب تضر ما تنفع، في أعشاب فعلا تنفع ما تضر، وفي أعشاب ما لها فائدة أبدا. يعني لما هذا اللي بالديوانية لما تقول عندي تلبكات في المعدة وقال لك روح العطار وخذ بابونج وشربه، لا بالعكس هذه عادي ما فيها شيء، ما فيها شيء. حتى البابونج هذا يعني من التقارير ثبت بالتقارير أن البابونج هذا أحسن حل لتنزيل نسبة الكرياتينين اللي عندهم إيش الكرياتين صاعد، عرفت شلون؟ فيقول له اشرب بابونج مرتين في اليوم، عكس الصمغ العربي. الصمغ العربي يعمل معاك لغاية إذا وصل الكرياتين 150 أو تعدى خطر تأخذ الصمغ العربي، لأنه راح تصير مضاعفات معاك. ونعرف ناس وصل معهم 800 و900 ودشوا في الغسيل وهم يقولون لي والله قالوا الصمغ العربي، لا من قال لك الصمغ العربي حد لا 150 مو حق حالك، تعدى 150 وقف الصمغ العربي مو خوش حل، عرفت شلون؟ هني عاد هني الجهل وكذا. لما يقول لك واحد مثل قاعد معك الدواء، يعني احنا المشكله بالعطاره. نعم. يعني احنا لما نقول اعشاب على طول يجيب بالنا العطار، هو راعي دكان تبين. نعم. والله هذا يعطيك اياه، تبين بيبسي يعطيك اياه اللي تبينه. ايه. بس انما يعني يتعامل بالاشياء من هذا. لا العطار على فكره العطار اكتسب خبرته من العيايز اللي يونه. يعني يمتلك خبره، عرفت شلون؟ من العيايز، هذه قالت اللي بريها حق كذا، هذه قالت السويده حق كذا كذا، ياخذ خبره عرفت شلون، ويبيع وهذا وكذا، ويعرف اسمها ويعرف وين محلها، ولكن ما يعرف شنو الزين منها. ترى حتى الاعشاب طريقه تجفيفها هذه مهمه جدا. العشبه ما تحطها تفرشها وهي رطبه تجففها، اكبر خطا، لان هني الفطريات تهاجمها، لازم تعلقها من الساق وكذا. لها طريقه حتى بالتجفيف. نعم نعم دكتور، يعني دكتوره بس لك سؤال، انت باي حق تصرف لي عشبه وانت ما عارف حالتي اصلا؟ يعني انت ماخذ حالتي الصحيه اللي انا جايك فيها بالوصف، وقد يكون وصفي غير دقيق يعني، فانت باي حق اليوم تعطيني تصرف لي دواء بالاعشاب؟ بكل امانه اكلمك، انا اسالك اول شيء شنو قال لك الطبيب؟ راجعت الطبيب؟ سويت تحاليل؟ ما راجعت له. لا لا راجع الطبيب، شوف الطبيب شو يقول لك. انا حاضر حاضر اعطيك شيء ان شاء الله تعالى يساعدك، بس شوف الطبيب اول. ها يعني الراي الطب الكلاسيكي موجود، وان قال لك الطبيب طبعا، ان قال لك الطبيب وخر الاعشاب وخر. واضح. يعني هو احنا لازم نعامل العطار على انه بياع، هو ما هو دكتور. نعم. انت لازم تكون مسوي ابحاثك وعارف انت شو اللي تبي اللي يخص حالتك الشخصيه، وبعدين تروح تشتريها عاد. صحيح. من العطار او من الصيدليه. صحيح. وايد قاعد نشوف مع انتشار السوشيال ميديا دكتور ان وايد وصفات صارت موجوده،
يعني اللي يبي وصفات للسمنة، اللي يبي وصفات للشباب الدائم، اللي يبي وصفات علشان الانتفاخات اللي موجودة. الجماليات صار لها كثير من الوصفات الشعبية، تتفق أو تختلف مع كثرة هذه الوصفات؟ والله هالوصفات أعطوهم مجال أنهم ما شاء الله يعني أنهم ما أقدر أقول مليونون يعني عليهم بالعافية، ولكن أعطت رواج يعني بغير حق. يعني في بعض الناس خصوصا مستعد يدفع أي شيء مقابل النشفة من هذا المرض، خصوصا إذا عانى. فلما يجي لواحد يتلقاه يقول له تعال أنا أعطيك شغلة والله جربها فلان 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 100 100 100. انت اصلا من تسمعين فيديو بالسوشيال ميديا بدايته قسم، اقسم بالله واخري عنه. صح صح. او اذا بدا ان احسن علاج وافضل والعلاج هم بعد طفي الفيديو لا تكملين. مو بهالطريقه هذه يعني احنا نتعامل، نعطي النصائح يعني تسمع تفهم من المريض شنو حالتك. طبعا لازم يكون راجع الطبيب وحالته تسمع انه ياخذ اعشاب. في بعض الناس حالته ما تسمع انه ياخذ اعشاب. فهني تقول له خليك مع الطبيب، خليك مع الطبيب. واضح واضح دكتور. الحين ما شاء الله السمنه عندنا بالكويت يعني ارقام مهوله ومنتشره. الحين اذا واحد من الشباب، يعني انا اكلمك مو واحد سمين، يعني بكلمك على الشخص العادي جسمه عادي بس انه لو ياكل اي شيء يزيد وزنه 3 4 5، في شيء بالاعشاب ممكن يثبت او ممكن يخسس يعني؟ طبعا شوف المشكله السمنه هذه مشكلتنا وايد يعني، وانا اللي قدامك يمكن ولا 10 مرات اصعد 30 انزل 20 اصعد 25 شلون؟ لان ما اقدر امسك نفسي عن بعض الاشياء. دكتور اكيل ما شاء الله. انا والله الحلويات بس. حلو بالعافيه. انا وياك بالعافيه. فشوف انت لو تنظم اكلك بس فقط مع شويه حركه امورك كلها تغير. لا تتجه للاشياء الخطره مثلا الموانع الشهيه من قهوه من هذا كذا اللي يكون فيها سيبرامين هذا المركب، عرفت شلون؟ سيبوترامين هذا يلعب لك في المخ. أوف. يخليك حتى النوم ما تنام. هذه قهوه خاصه للتخسيس، قهوه وشاي وارشون فيها ماده السيبوترامين هذه يعني تخلي صحيح انك يعني شهيتك توقفها عن يعني الاكل، ولكن تلعب فيك داخليه تاثر. وبالنسبه للرجال تاثر على البروستات، عرفت شلون؟ بعد فتره يشوفون حالتهم تكسد يعني. فما هي وسيله جيده انك انت تنزل بالوزن اذا بس تحافظ على اكلك مع شويه رياضه وهذا وكذا كذا يعني. اذا ما في اعشاب تخسس، في اعشاب ممكن مهنتها ان ايش؟ انها تخلي عمليه الايض التمثيل الغذائي شويه تعجل، عرفت شلون؟ فشيئا فشيئا شويه تخسر بالوزن، ولكن نزول صحي يعني كيلو كيلوين 3 كيلوات اقصى حد بالشهر، عرفت؟ اما اللي انت تسمع عنها الايام اللي طلعت اللي ما شاء الله اللي تنزل مثل البطن ولا الارداف ولا هذا كذا، الحكي مو صحيح. ماكو عشبه تروح على مكان واحد. والله يا دكتور كانت انتشرت في فتره من الفترات الاعشاب الصينيه. اي نعم. وعقبها صار في ماساه لبنات كثير استخدموها. فيعني حتى الطب الشعبي الصيني احنا نؤمن فيه. يعني هذه مشكلتنا ان حتى البرودكت هيك مو مكتوب عليه شنو مكوناته، بس ليش انه طب شعبي فانت تقول لا خلاص هذا اخذه. ابي منك وصفه علشان نحافظ على، يعني انت اللي يجيك يقول لك والله عندي سمنه زايده، تعطي وصفه معينه ولا ما تقدر تعطي شيء؟ اول شيء نبدا معه بالنصائح. اول شيء نبدا معه بالنصائح. حافظ على اكلك هذا كذا، اذا شفت انه والله انا اكلي زين وهذا كذا بس مو قاعد انزل افحص الغده. ضربوا من عندك خمول في الغده الدرقيه، انت من تداري في عمليه الايض عندك انت بطيئه جدا. اقعد مع الطبيب شوف ايش يقول لك. والله اذا كلش اصر ممكن ان اقول له مثلا اعطيك تركيبه اعشاب بسيطه زين تساعدك على تقليل الوزن، بس لا تطول عليها لان نظامها انك انت ايش تمتنع عن اي شيء طعمه حلو. نعم. اكل نشويات كثر ما تبي، بروتينات كثر ما تبي. على كيفك، بس ابتعد عن اي شيء مصدره حلو. حلو. فتشوف نفسك نزول يعني معقول يعني، بس ما تقدر. زين دكتور وصفه لاخوك نبي شيء يزيد الوزن شوي. هذا الشيء اللي انا ما اعرفه. ما تعرفه. كلش. على فكره اخت غاده بالنسبه للاعشاب الصينيه. الاعشاب الصينيه رصدوا فيها 7 انواع من الاعشاب تحتوي على حمض الارستولوشيك اللي هو اتهموا القص الهندي انه يحتويها. حلو. وهذا الحمض العضوي يسبب السرطان. هذا مو موجود الا ب7 انواع من الاعشاب الصينيه. هذه اللي انت ردا على تعقيبها. أيه. على كلامك، الاعشاب الصينيه خطره جدا. انا مره من المرات سمعت وصفه
في الطب الصيني عن الفابريمليجيا اللي هي يعني شيء متعلق بالأوتار، وطلبت يقول لي إياها من هونغ كونغ، يابا لي إياها كل شيء مجيس مكتوب عليه. فتحته شنو لقيت؟ شنو؟ حتى الحياية هالكبر حاطين فيها. أيوة الصينيين كل شيء يأكلون ما عندهم. لقيت حتى الحياية والله العظيم الفلت استحيت اللي جايبه مسكين تعبان عليها حقيبة دبلوماسية والله يعني. عشان ولده استحيت أقول له الحياة هذه شيء، لأن شيء يخوف. زين قبل شوي دكتور قلت إن في اتهموا العشبة هذه موجودة بالغصن الهندي. قصر الهندي نعم. شنو ليش 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 اتهموا هذه الغصن الهندي؟ أعتقد إن حملة ضد الأعشاب عشان الناس شوية تترك الأعشاب وهذا كذا، فقام يخوفونها يعني من الأعشاب، فيقول هاي تحتوي على مادة زينة. دكتور مو بس الأعشاب، أنا سمعت يعني فيديو لشخص كبير بالعمر يقول إنه هو كان يستفيد من نصيحة أيضا بالسوشيال ميديا، إنه أول ما تقعد اشرب ماي مع ليمون فقط، جابت له حصوة. معناته ماي وليمون احنا كلنا نستهين بالموضوع انه يعني عادي، لكن هو بالنسبه له يعني جففت الكلى عنده وبلشت تسوي له حصوات، وهذا بغى يوصله لفشل كلوي. نعم حمض الاكزاليك هذا اللي موجود عندنا، موجود في الكيوي، موجود في كل الفواكه اللي هي بلب واحد. نعم. فهذه ندير بالنا منها، حتى طبعا باستثناء الفراوله، الفراوله معاهم مع انها ما لها لب، هذه كلها غنية بالحمض شو اسمه الأوكسالك. هذه جدا سيئة واللي هي سبب تكوين الحصوات. فلما الواحد ياخذ ما يشرب ماء، هذا حاط في باله انه يشرب ليمون، لا يشرب ماء لانه خايف حتى من شرب الماء. نعم. فشنو النتيجة؟ النتيجة انه فعلا يعني هالمعاناة هذه. نعم. دكتور عندنا سؤال من احد المتابعين بتويتر يقول حبيت اعرف ما هو افضل علاج للجيوب الأنفية من وجهة نظرك؟ الجيوب الأنفية اذا تبي شيء من مصدر علمي، فالتنقيط بالأنف من منقوع البابونج. بابونج. نعم هذه مصادر علمية، وأنا حطيت التقرير كله كامل في حسابي على الانستغرام. منقوع البابونج تنقيط بالأنف. إذا تبي شيء من تجربتي الشخصية، هذه يستخدمون لها منقوع المرة. المرة. يأخذون حبة صغيرة، كبر حبة النخي، يذوبونها في كوب ماي، طبعًا يمدوا بسرعة، ممكن تأخذ لها نص ساعة إلى ساعة. حلو. يصفون الماي عشان بقايا الخشب والحثاري بتروح، الماي الصافي يحطوا له قفشه صغيره من الملح، هاي تساعد على علاج الجيوب الانفيه وفقدان حاسه الشم. استنشاق؟ لا تنقيط. تنقيط ايش الفرق؟ نقطتين نقطتين بس داخل الخشب، نقطتين نقطتين بس، ويرجع مرتين ثلاث مرات في اليوم على مدى اسبوع الى 10 ايام للجيوب وكذلك لفقدان حاسه الشم. بس اسبوع 10 ايام مو طويله؟ لا قد تكون هذه قليله، إن شفت نفسك تحسنت وصرت أحسن ما يخالف فاصل عليها. هذه لعلاج أيضا الجيوب الأنفية. نعم وفقدان حاسة الشم. طيب عندنا سؤال عن شنو علاج ارتجاع المريء. نعم هذه يسمونها ريفلكس، أحيانا لما يأكل الواحد كذي يأكل فيقعد يصعد فوق الذي ما يقدر ينام، حارج يسمونه. أفضل علاج أبسط علاج هو الخيار. شفتي عصارة الجزر اللي يعصرون الجزر فيها؟ أي. يستخدمونها حق الخيار، الخيارة يعصرونها يطلعون بس كوب بس يشرب وينام وهو مرتاح. طيب دكتور في اللي هو الحين وصفات وايد بالعصاير، يقول لك العصير الأخضر، العصير الأحمر، عصير أخضر تحط سبانخ وخيار وتفاح أخضر، العصير الأحمر شمندر وتفاح أيضا وبرتقال. هذه فعلا تجيب نتائج؟ هذه التسمية سموها، عرفت شلون؟ تسمية أخضر كلها أشياء صحية. إيه مثل ما قالت العصير عوار قلب وهذا شذي، هم هذا حق الوناس. شلون؟ لما نتكلم عن هذا نشوف شنو المكونات، نشوفها عصائر مكوناتها زينه مفيده للصحه. طيب الشمندر فعلا يساعد بارتفاع هيموجلوبين الدم؟ الشمندر نعم نعم معروف الشمندر. شنو بعد ممكن استخدم؟ الشمندر هذا شنو قصته؟ هذه قصته نرجع الى اللي هو محاكاة الطبيعه اللي هو دكتورن اوف ساين، شلون الانسان كان يشوف النباتات ويقرنها باعضائه. شاف ان الشمندر اوراقه كانها عروق وشرايين، والشمندر لونه احمر شبهها بالقلب، فاستخدمها لهذه الاغراض. نعم ولحد الان فعليا شنو؟ زي شنو بعد ممكن؟ فقر الدم اللي يعاني من فقر الشيلاجيت الدم، اللي هو الموميان، شيلاجيت الموميان. موميان ايه الموميان ايه هذا اي نعم هذا الموميان شيلاجيت، هذا حجر صغير، هذا من بقايا نباتات على مئات السنين مع الضغط تحللت هذه النباتات، وهذه موجوده بالهند يسمونها الشيلاجيت او يسمونها الموميان.
وهذه موجودة عندنا في الكويت؟ هذه العد العطاري موجودة، هذه فيها مادة عضوية اسمها الفولفيك أسد. نعم. حمض الفولفيك. دكتور تكفى لا تجيب طاري العطاري لأن أخاف تخوف منهم، فخلنا مع الناس المختصين أحسن. لكن بس موجودة بالصيدليات محمد؟ نعم. ترى ساعات الحين الطب الحديث صار يسوي مثل هالحبوب. زين دكتور سؤال، في أزمة عندنا صحية، الانتفاخ يؤذي ويتعب النفسية، ووايد ناس ممكن تأكل أكلة يحوش انتفاخ، في ناس تقول لك القولون، فما ندري في شيء بالأعشاب يكون ما له أضرار نهائيا ولا مضاعفات مستقبلا، ومعاي تحليل أو حتى الفحص الطبي من الطب الكلاسيكي ممكن ألقى شيء يساعدني فورا بالطب الأعشاب؟ الواحد لما يعاني من الغازات والانتفاخات أنت تسأل سؤال، أنت عندك هل أنت لاكتوز انتولرنت؟ عندك أنت حساسية من اللاكتوز؟ اللي هو الحليب. انت ما تدري يفحص لانه هو السبب. اكثر الاسباب الانتفاخات والغازات، عرفت شلون؟ سبب لاكتوز الحليب. ايوه توني بقول والله فانت دكتور تقول وقف حليب فتيار وتمشي لاكتوز فري لازم. او اشرب لاكتوز فري وشوف حالك، قيم نفسك. عدا ذلك قد يكون ان انت محتاج انك انت تاخذ نوع من المضيفات القولون، على الاقل لو تسويها مره كل ثلاث اشهر. لربما وقايه معاك، وهذا يعني اهتم بصحتك، هذا حتى الطب يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بهذا الشيء. عرفت؟ تبي شيء سريع يريحك على ما تروح الطبيب وهذا كذا، البابون نجم ممتاز حق تلبكات الامعاء. زين. والغازات كذلك يستخدمون لها الكمون، مغلي الكمون هم زين حق الغازات، يركض الغازات او مغلي الكراويه، هذه كلها اشياء تركض لك الغازات بس لا تعتمد عليها، حتى لو صرت زين روح فحص. بس اشوفك وايد كررت شو اسمه البابونج. اي عجيب البابونج. شنو بعد فوائده البابونج؟ هذا اول ما اكتشفوا انه يشبه العين اي استخدموه لامراض العين، ولحد الان فعلا اللي معاه اكياس على العين على الجفن يستخدمون له كمادات البابونج، حساسيه العين يستخدمون لها كذلك البابونج. البابونج مع اللافندر مع بعض تساعد على النوم وتهدي الاكتئاب والتوتر. أي. اذا عندك واحد مثلا رايح حق الامتحان وخايف متوتر قلق، هذا وقت اولياء الامور حق عيالكم قبل لا ينام، واتوقع بعد ينام نومه هنيه. نعم يعني خلال ساعه يشوف نتيجته شلون بدت بالجسم. بابونج واحد الى واحد. يعني قفشه وقفشه، قفشه وسط من البابونج، قفشه وسط من اللافندر، في كوب ماء ينقعونهم ربع ساعه، يصفون الماء يحلونه بعسل يشربونه. هذه هد القلق. وانا نفس الشيء يعني اللي رايح على امتحان سواء قياده او هذا كذا متوتر وغلط متوتر او داش عنده اي وضع متوتر فيه اشرب بابونج ولافندر. اخاف يشرب البابونج هذا وينام بالامتحان. لا 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 البابونج مع 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 اللافندر لما يشربه هو مو منوم ولكن يشيل عنك الافكار اللي تخليك تفكر وايد وقلق يومك كله وهذا كذي، ما تخليك تنام الافكار، لا تخليك حتى استرخاء تمام. نقدر نسميه ارق انجاز الارق. نعم. الارق. طيب عادي اخذ باكيتات اللي بالجمعيه الشاي العادي هذا البابونج اللي بالجمعيه ولا لازم مخلوط خالص بابونج مع لافندر تياس؟ وهذه الانواع الشاي الطبيعيه اللي موجوده بالجمعيات هذه تفيدني مو فقط تجاريه؟ ولازم اخذها من العطار او تفيد؟ انا اشوف انا انظف. ليش؟ انت تحطينها بالجسم فلتر تفلتر لها رج يعني تفلتر لها رج تستخدمينها وانت مرتاحه يعني. حلو. عندنا نبته قال لي عليها حسين المورينجا ولا شنو قلت؟ مورينجا. نعم مورينجا. اي هذه شنو؟ هذه يسمونها شجره المعجزه. اي المورينجا يسمونها شجره المعجزه، لها فوائد كثيره جدا جدا. هي ترى ما لها طعم، ما لها طعم، بس يحطونها دائما بالشوربات والمرق وهذا كذا والطبخات كبهارات يعني اكثر هم اهل اسيا. وبعدين لها ثمره اللي هي طويله كذي بالجمعيات موجوده فرع الخضروات طويله كذي يحطونها مثلا في المرق وهذا، بس ايش يعني يمتصون لداخلها ما ياكلوها ما يعالجونها زين لان كلها الياف. هذه فيها فوائد كثيره للسكر للكوليسترول، ويعني كذلك اللي عنده فرط نشاط في الغده الدرقيه اللي عندها فرط نشاط في الغده الدرقيه ياخذ المورينجا امور التغير. زين دكتور انت قاعد تقول ياخذ العشبه الفلانيه وياخذ الجرعه الفلانيه، زين الجرعه لها مده معينه لها يعني عطنا تفاصيل عشان ايه مو بس اخذ وروح. صحيح. شوف لما تاخذ الاعشاب مثلا لما نتكلم عن شاي اعشاب حلو لما نتكلم عن شاي اعشاب هذا بكل سهوله اذا كان مو مطحون مثلا البابونج مو مطحون اوراق تاخذ قفشه عوده منها بس تحطها في كوب تنقعها بالماء زين. اذا كانت مطحونه راح تاخذ طبعا حيز اكثر في المكان، هني تخليها قفشه وسط.
حلو. إذا كان إذا أنت تتعامل مع أوراق أو زهور هني تنقعها نقع، إذا تتعامل أنت مع بذور أو سيقان أو جذور هني تغليها. إذا تغليها لازم 3 دقائق لا تزيد عشان لا تطلع خلاصة أشياء أنت ما تبيها. فحتى عملية الشاي تحضيرها هم يبي لها فن وطريقة. احنا نحتاجك في 24 ساعه بحياتنا عشان والله وسيله الاتصال فيني متاحه. ايوه طيب يا دكتور، الحين الهبه الجديده خصوصا في الشباب الماتشا، شنو هذه الماتشا؟ الماتشا اللي هي الشاي الاخضر. انا ذاك اليوم قاعد اقول لهم شاي اخضر، يقولون لي لا هذا غير وهذا غير. شاي اخضر مسحوق بشاي اخضر. شنو الفرق يعني بين شنو فوائدها؟ هل لها فوائد؟ والشاي الاخضر العادي اللي نشربه هذا او الشاي المغربي والشاي الاحمر، شنو الفرق بين الاحمر والاخضر والابيض؟ سامع عن الشاي الابيض؟ الابيض الياباني هذا. هذول كلهم شاي نفس النبته. اي. ولكن لما تطلع براعم صغيره هني يحصدونها هذا الشاي الابيض وما يتعرض الى اي درجه تخمير. اي. الشاي الاخضر البراعم كبرت شويه درجه التخمير اقل من الشاي العادي فيصير اخضر. الشاي اللي احنا ناخذه هذا الاحمر. أي. هذا مر على درجة تخمير عالية جدا فتشوفين أنت بهذا اللون واللي هو الأحمر كلهم مضادات أكسدة سواء أبيض أو أخضر أو أحمر نفس كلهم فيهم مضادات أكسدة. أي. بس الصحي أكثر الأبيض. الأبيض ليش؟ صحي أكثر لأن البراعم توها طالعة. أي. زين ما مر على أي درجة تخمير فيحافظ على كمية كبيرة لأن التجفيف يفقد العشبة نسبة كبيرة من الفيتامينات. أول شيء التجفيف فيتامين سي هذا يروح منك 100%. فيتامين اي ممكن 50% من 50% منه يروح. إذا أخذتها براعم صغيرة وجففتها بطريقة صحية فتستفيد من النبتة كلها 100% منها. بس احنا قاعد نسمع أن الشاي مضارة أكثر من فائدته. علشان نسبة الكافيين اللي فيه. ويقولون بعد يقلل من امتصاص الحديد. الحديد صحيح. هذا حقيقي. صحيح. حقيقة نعم. يعني الناس لازم ما تفرط في شرب الشاي. يكون معتدل الإنسان في شربه. أي. نعم. بعدين الحديد. إحنا أحياناً الواحد يقول والله ناكل سبانخ وآكل كذا بس الحديد عندي نازل. لا هني دير بالك. هني دير بالك. الحديد أصلاً ما يستفيد منه جسمك من الأكل اللي أنت تأكله إلا لما يكون معه فيتامين سي. فيتامين سي يساعد على تحويل الحديد إلى صيغة يمتصها الجسم. أي. هذا واحد. ثانياً الكركم دير بالك منه لأن الكركم ينزل مخزون الحديد. فالإنسان العادي اللي ما عنده مشاكل في أنيميا الحديد ما عنده مشكلة مع الكركم بس. أي. اللي عنده مشاكل لازم يبتعد. أي. والحديد عنده نازل والفيريتين اللي هو مخزن الحديد نازل عنده يبخل على الكركم. طيب وإذا ضفت عليه الحليب نفس الشيء؟ الكركم؟ شاي حليب. لا شاي حليب يعني هل نفس الشاي العادي؟ الشاي هذا فائدته هذا فائدته ماكو أي مشكلة. هم أن يضر بامتصاص الحديد؟ الحديد هني لا شوفي إذا شربت الشاي سواء شاي او ضفتي له حليب او هذا كذا. أي. نعم هو بامتصاص الحديد بس انت اذا خليتي بينهم فتره يعني لا تشربين الشاي بعد الاكل مباشره. اوكي اعطي مجال. مو زين اشرب الشاي على طول بعد هو مزاج العرب ان الشاي ورا الصحن. اذا انت ما عندك مشاكل تخربنا. اذا ما عندك مشاكل دكتور ما عندك مشاكل في الحديد شربوا عليك بالعافيه. بس الله يعافيك. بس عندك مشاكل في الحديد لا دير بالك. زين دكتور عندنا سؤال من الساميه تقول علاج هشاشة العظام. نعم. شنو؟ في علاج لهشاشة العظام. الحلبة، الحلبة زين حق هشاشة العظام، وايد زينة. هذه حق الوالدة دكتور، دائما اللي تكون والدة دائما يعطونها حلبة، معناته هذا فعلا نعم. قاعد حلبة زينة نعم. ايه؟ تقوي كثافة العظم زينة وايد وتجبر الكسور. والله لدرجة تجبر الكسور. تساعد على إجبار تساعد على جبر الكسور هي مع الشيلاجيت الموميان. مع وايد شنو؟ الشيلاجيت الموميان. ايه؟ هذه مو قادرة أنا أحفظ اسمها صراحة. أو موميان. أشبهها بالمومياء. مومياء موميان بس حط شيلي هذه يضيفي عليها. نون نون. زين دكتور عندنا سؤال ثاني من متابعينا في برنامج عيال الكويت أبو سعود يقول في أعشاب تنصح فيها لمرضى السكر النوع الأول ممكن تنزل معدل السكر؟ في عندك الكاريلا الهندية اللي موجودة في الخضروات. معروف الكاريلا الهندية اللي كنا كوسة بس لها ندبات. عرفتها. إيه هذا في كتاب والله كان في بالي إني أجيبه معي للاستوديو بس نسيت. إيه. هذا ألفه دكتور عنده سوى عليه أبحاث النبتة هذه زينة للسكر بنوعي الأول والثاني. شنو ميزة الكاريلا هذه؟ ميزتها إن فيها مركب يقوم بنفس دور الأنسولين بالجسم. يقوم بنفس دور الأنسولين. سبحان الله. فهذه عصرونه عصر يأخذون منه بس كذي في نيال صغير
ينزل لك السكر تنزيل تمام ويريحك وايد جدا، ممكن تقلل الأبر بس نسق مع الطبيب. أوكي. كل مخرجنا بعد لازم يديرون بالهم لا ينزل يهبط طبعًا السكر مرة طبعًا واحدة. طبعا اللي عنده سكر من الأول بياخذ الكاريلا اللي يسمونها الأمبلاية أو يسمونها الخيار المر، هذه حتى موجودة منها على شكل كبسولات. ها؟ لازم أفضل أنه يكون عند الجهاز هذا اللي يحطه هني ويمرره ويراقب السكر معه على طول. إن شاف معه هبوط حاول يقلل الجرعة أو أنه يكون عنده عصير يشرب. طيب أنت إيش رأيك، أخذ الشغلة بشكلها الطبيعي ولا أخذها على شكل حبوب؟ تقدرين بشكلها طبيعي بس ما تحملين مرارتها. مر 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 جدا بصورة عامة. نعم. يعني الأفضل أن أخذ كل الأعشاب هذه أو كل الخضروات هذه بالشكل الطبيعي، ولا راح لازم أخذ وايد يلا أوصل للجرعة المضبوطة فالواحد يختصرها بجرعات دوائية من راح ياخذ منك وايد. إذا بتاخذين أشبة طبيعية راح ياخذ منك كمية وايد على ما توصل لها. هي مثلا على سبيل المثال الكركم والكركمين. أي. الكركم هي تورمريك معروف، الكركمين هي المادة العضوية في الكركم مستخلصينها لك. أي. فأحسن ناخذها اسرع وهذا الجرعه اقوى ويعني والشفاء يكون الشفاء يكون اسرع من لو اخذت الكركم الحين العادة. حتى في شاي كركم. شاي كركم صحيح. أيه. الكركم العادي مع الزنجبيل حطونه. أيه. شوف الزنجبيل مع الكركم والعسل، يعني شويه كركم شويه زنجبيل بودر زين في ماء حار تحطين عليهم تحليهم بالعسل. هذه ممتازه جدا حق الشرايين. حلو دكتور. حق الشرايين نبي بعد يلا ان شاء الله دكتور. شنو علاج حشرجة الصوت والبلغم والحساسيه العطاس المستمر؟ خلينا ناخذها من ورا لقدام. الحساسيه العطاس المستمر الحساسيه الموسميه يسمونها. هاي يسمونها حساسيه الرقويد. الرقويد اللي هي يسمونها حشيشه وتكرمون الخنزير، هذه موجوده منتشره وايد في بيئتنا. ليش يسمونها الرقويد؟ ليش هذه تنبت من شهر 8 الى اخر شهر 10. حبوب اللقاح مالتها تطير بالجو، طب ما نشوفها بالعين المجرده، فهذه ايش تثير الاغشيه المخاطيه والعطاس والحساسيه المسومية يسمونها. زين هذه اسبابها اللي هو الرقويد. في ناس عندهم حساسيه من هالعشبه هذه فتسبب لهم الحساسيه. زين فهني تقدر تعالجها يعني تكون على طول مع الزنجبيل حبيت. نعم. تشربها او انك انت تاخذ مضادات هستامين من الطبيب يعطيك اياها. نعم دكتور. والربو؟ الربو نعم، الربو والمورينجا تو نتكلم عن المورينجا وايد زين حق الربو. أي. شاي المورينجا وايد زين حق الربو. طيب نرجع حق سؤال ثاني، علاج جرثومه المعده وصعوبه البلع. جرثومه المعده يعالجونها بالقسط الهندي. القسط الهندي ياخذون منه قفشه صغيره زين، ويفضل انه يكون قبل اكل من ساعه. قبل وجبه الغداء زين قفشه صغيره لا يكثرون. هذا مثل تطهير حق المعده؟ لا لا، هذا يقاوم الجرثومه نفسها يعني يقضي عليها، بس يستمر عليه لمده شهرين. اي انا بتجارب شخصيه لمده شهرين خلاص تكون انتهت. القسط الهندي. ايه. و صعوبة تكلمت عن حشرجة الصوت، وهذا الكلام موجه للمدرسين. حلو. والدلالوه اللي دائما صوتهم سخاو وهكذي يروح الصوت منه. نعم. زيت السمسم مع العسل. واحد القراء المشهورين بالكويت عندنا قارئ مشهور جدا سألوه سؤال على الهواء، قالوا له السبب يعني الصوت وهذا كذا، فقال اقول لكم وصفه ادعوا حق صاحب خالد الطيب، انا سويت اللي قال لي عليه اللي هي الهرده طحينه. هرده قفشه وسط مع قفشه وسط من العسل. احنا الهرده لان نبي زيت سمسم اللي فيها. يبلعها اخر شيء اخر شيء في يومه وهو نايم. على مدى اسبوع الى اسبوعين الصوت يرجع مثل ما كان، اذا الصوت رايح منه بسبه الصراخ وهذا. ما شاء الله دكتور. بعد عندنا موضوع علاج الثعلبه، في شيء لها بالاعشاب؟ علاج الثعلبه. الثعلبه طبعا الثعلبه اكو يسمونها ثعلبه كاذبه والثعلبه الحقيقيه او حاسه ندبيه او بقعيه او يسمونها امراض مناعيه، يعني لها انواع. احنا نمسك الثعلبه اللي ببسط، اذا كانت مناعيه علاجها صعب. اذا كانت النوع الثاني الخفيف دهان الراون الزيت الراون يدلكون منه ارتشون على مكان الثعلبه على مدى شهر الى شهرين بس، كل البيبي هير كله يطلع وتروح المشكله تمام. لان في بعض الناس يروحون حتى ما يروح الطبيب يعالج الطبيب، يروح الصالون ممكن يحط له الحلاق يشرط وهذا كذا يشرط له. خطر بنفس الوقت. طيب دكتور، بالنسبه للشرايين يعني اللي يخافون من الجلطات او شيء كذي، كوقايه نعم. طبعا الصيدليه فيها حبوب الثوم معروفه بالصيدليات. هذه زينه كوقايه لان الثوم معروف فائده، ما تعطي الريحه وهذا الطعم تخلي الانسان يضايق ويضايق غيره بالمسجد او غيره زين. في شيء ثاني علشان الشرايين اللي هو ايش؟ اللي هو الزنجبيل مع الليمون والعسل.
ودائما يفضل انه لما يشربهم يسوي اي رياضه حتى لو خفيفه، لو مشي لمده ساعه وبعدين ياكل، يعني خلي بينه وبين الاكل وجبه الاكل نص ساعه. وقايه، هذه كوقايه. واللي حاشه مثلا جلطه ويبي ينتبه حق نفسه من بعدها، اذا حاشته جلطه وعدت على خير يقدر يشرب هذا الشيء اللي قلت لك، شيء زنجبيل نعم الليمون العسل نعم كوقايه نعم. نعم بس يدير باله، يدير باله دائما ويراجع الطبيب على طول. اي طبعا. دكتور في بعد سؤال واصلنا، شنو افضل طريق للوقايه من السرطان بعيد الشر؟ من السرطان اذا في اعشاب ممكن تكون تحميك يعني او حتى تنبئك بشيء. بالنسبه للسرطان، مرضى السرطان اول شيء الله يشفيكم ان شاء الله تعالى، الله يرفع عنكم ويعني ياجركم ان شاء الله تعالى. هذا مرض عضال، انا ما قدرت انقذ والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. رحمه الله. إذا كان المريض يتلقى الكيموثيرابي فأنا في البداية قلت لك أنا شنو يحاش هني تحاشى الأعشاب، لأنه ما تعرف شنو اللي يثبط الإنزيم هذا. الحين مريض السرطان في أشياء وايد معروف إنها إيش، إنها فيها مضادات أكسدة قوية جدا. على سبيل المثال لبان الذكر موجود فيه حمض عضوي اسمه البوسويليك أسيد، هذا ثبت بالتقارير العلمية إنه يتعامل مع خلية من نواة خلية السرطان، يدمرها ويمنع انتشار المرض. نعم. اللي هو ايش؟ اللبان الذكر. لبان الذكر نوعين، حوجري اللي هو العماني ونوع الصومالي. الفرق بينهم بس ان نسبه البوسيوليك اسيد في الحوجري اكثر اعلى. فهذا ياخذونه اللي يعني اللي هو شخص انه في هذا المرض عشان منع الانتشار، بالاضافه اللي يعطيه الطبيب. هذا ما يتعارض مع الانزيم سي واي بي ابدا كلش. طريقه تناوله شنو؟ ياخذونه في منه على شكل كبسولات او حبوب في محلات المكملات، او انه ياخذه من العطار عادي الزين اللي هو الحجري لونه اصفر الى اخضر فوسفوري عشان يعرف. الثاني ذاك لا لونه اصفر الى بني زين، بس يدقه وصعب هو طحنه، يدقه بالهاون وشيء راح يتلصق معاه يحاول يشيله ويدقه ينعمه، ياخذ قفشه صغيره بس مالت الحوس مرتين باليوم على مدى 3 إلى 4 شهور. حلو. نعم. الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله ويشافي الجميع. دكتور موضوع المرمية، يقولون هذه العشبة السحرية للسيدات وترجع العجوز الصبية. هل هذا أنا ما قلت هالكلام هذا، لا أنا تعلمت من إخواننا الأردنيين أيام ما كنا بالمتوسطة يعني قال لي، ولأول مرة كنت بحياتي أجرب المرمية سنة أعتقد 66، فقال لي تشرب المرمية؟ قلت له ما أعرف. قال هذه يسمونها عندنا مرمية ترجع العجوز الصبية. هذا الكلام شوف من كم سنة؟ من سنوات. أنا مع البحث لما وصلت لقيت أنها فعلا تمام، يعني بعد الدراسة والتحري أنها لها أسباب تخليها فعلا يعني يحق لهم الكلام اللي قالوا. أولا هي زينة للذاكرة اللي عنده نسيان وهالأمور هذه كلها، زينة حق أعراض بداية انقطاع الدورة، الأعراض الألام اللي تصحب المرأة عند هذا الشيء زين. فهي إذا حافظت على ذاكرتها قوة ذاكرتها، وكذلك الكوليسترول نزل معاها يعني صحتها يعني راح تعافى المرأة من هذه الأمور، وفي نفس الوقت راحت عنها الأعراض هذه اللي هي إيش، لها أعراض نهاية اللي أنتم تعرفون هذا الشيء. فهذه الأسرار الثلاثة في المرمية اللي تخلي الوحدة يعني هي تزيد الأستروجين. هي شوفي في الكلام هنا متضارب عندنا. أي طبعا المرمية مع المرقدوشة من الأشياء اللي ممنوعة عن اللي عندهم في تاريخ العائلة أي حالة سرطان ثدي أو أرحام أو مبايض، لأن فيها فايتوستروجين منك إيش تحفز الاستروجين وتخلي الحاله. فاحنا نقول اي حاله بالعائله يعني الام وبناتها، ما لنا شغل بخالات وعمات، الام وبناتها، اي حاله سرطان من الثلاثه هذه يديرون بالهم ما ياخذون لا مرقدوش ولا مرميه. هني الكركم ترى في تضارب الاقوال. أي. اقوال تايد انه زين، اقوال تعال. فانا اقول افضل ما دام انه في تضارب تبتعدون عنه. نعم. الدكتور سؤال الحين، ربعك الاردنيين قالوا لك ان المراه تصير صبيه، نبي الشباب او الشيبان يصيرون اهل شباب يعني اولاد. كم تعطيني عمر؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. كم تعطيني عمر؟ والله اشوفك 27 سنه. لا 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 بصراحه بدون اي مجامله. يعني هذا الكلام على الهواء والمشاهدين. 50 50 53. هو انت عقدتني يوم تقول بالستينات. اي عشان هني انا لا ما تكلمت. لا انت ايش رايك؟ 50 يعني 53. انا مشي بال70 الحين. ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك. شنو السر؟ نبي احنا. وهذا وايد ناس يسالوني عنه. اولا هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. بلا شك. ثانيا انا ما اشيل في قلبي لا هم لا غل لا حقد لا ازعل لا شيء كذا، يعني ما اخذ الدنيا ببساطه جدا الحمد لله.
اهم شيء يقعد الصبح اشوف عيالي بخير، زوجتي بخير، وهذا كذا الامور عندي كل شيء تمام، ما اشيل هم، لا تفكير لا شيء، كل شيء متوفر. الحمد لله. انام زين واقعد زين واكل على راحتي، كل شيء اشتهي اكله. الحمد لله. عرفت مني؟ وماشي الامور وعيد، يعني ما احاتي ترى، ما لا استخدم لا كريمات ولا مساحيق ولا شيء، ماشي الامور تمام انت. بس شو الاعشاب اللي ماشي عليها؟ السر بس واللي سلمك ولا شيء. ما في شيء ابدا ابدا، اهم شيء شوف اهم شيء انك انت ترتاح تنام زين ما تسهر وايد. انت تعرف تعرف السهر هذا شنو مضاره؟ الغده الكظريه تفرز الادرينالين والكورتيزول خصوصا فتره الصبح. وتكون اعلى معدلات هذا الهرمون عندك ما بين الساعه 10 للساعه 11. تكون اقصى معدلاته. لذلك لما تروح تحل هذا عند المختبر يكتب الساعه كم اخذها منك العينه هذه. صح. اذا ما نمت زين، يعني اذا ما اخذتك اذا ما اعطيت جسمك كفايته، الغده هذه راح تفرز الادرينالين مع الكورتيزول بكميات كبيره جدا، تخليك انسان تنرفز، ما تحب الروتين، عصبي، ما تحب توقف طوابير، ما تحب توقف اشاره تشوف الناس، ما تحب راجعين تيك، فتكون في حاله عصبيه ونرفزه، وعندك شراهه بالاكل. نعم. عندك تكون شراهه بالاكل. فانت اذا تنام زين وتعطي جسمك الراحه وهذا كذا، هذه الامور كلش ما تحس فيها. يعني ما في شيء بالاعشاب يرد شياب شباب. ما في ما في ما في هذا شيء. احنا محظوظين ان عندنا شيء يعني فينا. طيب دكتور، عندنا سؤال ايضا من احدى السيدات تقول لك شنو علاج احتباس الماء للمراه في النفاس؟ الاوديما هذه او الاحتباس في العشبتين، عشبه خطره سامه جدا وعشبه اللي هي الامنه جدا. العشبه الخطره هذه كلش هذه اللي معروفه اللي هي قفاز الثعلب او يسمونها القمعيه الارجوانيه، هذه لها تاريخ طويل. بس خلينا نتكلم عن العشبه الامنه جدا اللي هي شنو، اللي هي ذنب الخيل. عشبه ذنب الخيل سموها ذنب الخيل لانها طويله ولها يعني الشعيرات تطلع منها، يعني كانها ذنب الخيل. وذنب الخيل نوعين، في منه سام، وانا انصح اللي يبي يمشي بطب الاعشاب هذا كذا لا يروح يشوف اي عشبه تشبه ذنب الخيل ياخذها، لان في منها نوع يشابهها ولكنها سامه جدا. فذنب الخيل هذه زينه ايش؟ علشان تنزل نسبه السوائل، تجمع سوائل خصوصا في الاطراف اللي تحت. صح. هذه بس يجرشونها جرش، يعني ما يطحنونها ناعم، جرش ياخذون منها قفشه عوده بس، يصبون عليها الماء الحار في كوب لمده ربع ساعه، يخلونها تنقع، يشربونها مرتين باليوم، كوبين باليوم، هذه تنزل السوائل اللي هي في الجسم. حلو. يقطعون الملح، الملح ترى من المصدر، الملح يحبس الماء طبعا. زين دكتور، سؤال صدق والله، الام المفاصل فيها لها شيء بالاعشاب؟ لان في واجد ناس خصوصا الام العظم بصوره عامه منتشره بالكل. لا العظم غير والمفاصل غير. خلينا مع المفاصل اول شيء. وهذا طبعا هذا اثار جدل كبير في الـ في الـ في حسابي على التيك توك والانستغرام لما تكلمت، واعترضني احد الاخوه المتابعين. الكركم الكركم والحلبه، وانا طبعا حطيت التقارير علشان اقطع الشك باليقين. في تقارير زينه تقول ان تقارير اجنبيه علميه ان الحلبه مع الكركم وايد مفعولهم زين للمفاصل، التهاب المفاصل، وكذلك التهاب تجاوي في الحوض. انا ما كنت اقدر اقعد على الارض واتربع واكل وهذا، ما اقدر، لان او حتى صارت لي اتعب، لازم اصلي لازم اقعد على الكرسي. صح. الام الحوض اللي تجيني بعد ما اقوم. فقمت اخذ الكركم والحلبه على مدى شهر الى شهرين تقريبا، كل هالالم هذه راحت. ما شاء الله. فالمفاصل اذا كان التهاب معاك او تجاويف الحوض، وهذا اكثر ناس تعاني منها، القعده التربع هذا ما يقدر يقوم بعدين. فعليك بالحلبه والكركم، هذه موجوده بالصيدليه، الحلبه مكتوب بالصيدليه اسمها فينوغريك. الكركم معروف ترمرك، تلقاه بالصيدليه الحبوب هذه تاخذها. على مدى شهرين امورك جدا طيبه، ولكن النصيحه اذا عندك تقرحات التهابات في المعده اخرى على الكركم. هيج لك. يهيج المعدة. نعم. عدا ذلك خذه وانت مرتاح جدا وراح تشوف شو النتائج. طيب سؤال ثاني عن علاج الدهون على الكبد. نعم، او تشحم الكبد او الكبد الدهني. اكو عشبه اسمها الخرشوف البري، يسمونها حليب الشوك، يسمونها شوك الجمل. هذه اسمها بالانجليزي ميلك ثسل. هذه موجوده في محلات المكملات الغذائيه. هذه ممتازه عشان تضبط انزيمات الكبد اذا فيها لخبطه، حتى الكبد الدهني على مدى شهرين هذه ممتاز جدا مع المتابعه، يشوف الامور جدا طيبه صارت، هذه متوفره في محلات مكملات. اللي عنده حصوات، حصوات كلى ولا مراره؟ الاثنين خلينا نتكلم. حصوات الكلى هذه يستخدمون لها اللي هو بذر الخله.
بذر؟ بذر الخلة معروف عند العطارين. اي إيه؟ هذا بما انه بذر فنحتاج ان نغليه. اي هذا امن لكبار السن؟ هذا امن جدا كبار او صغار. اي بعد ما يغلونه يعني ياخذون مثلا قفشه وسط ثلاث دقائق يغلونها في 200 ملي من الماء، بعدين يصفون الماء شويه ليمون يعصرون عليه. يشربونه هذه على شكل ترياق. اي جلاس جلاسين باليوم، يقدر يحليه بالعسل نحب ويستمر عليه ويكثر من شرب الماء. نعم. واللي بالمراره؟ واذا بالمراره يستخدموا في طريقه بس شويه صعبه في ناس ما تقل، اللي هي رويد، ماكو راس الرويد الابيض؟ نعم. نعم راس الرويد مع السكر. هذا طريقه شلون سبحان الله من تقطعه وتخلطه مع السكر تشوف بعد شويه صار دبس، لان السكر يستحب كل العصارات والانزيمات والخمائر اللي فيه راس الرويد. سبحان الله. كل يوم تشرب منه فنجان صغير على مدى شهر. حلو. امورك تمام. اذا كانت خصوصا اذا كانت حصوه صغيره وهذا شيء تروح منك. تروح. ان شاء الله. دكتور عندنا سؤال من متابع ثامر فرج يقول عشبه الشيح يقال انها تدمر السرطان. صحه هذه المعلومه؟ شوف اللي يقول لك الشيح واللي يقول لك القرع يقطع لك خرايا السرطان اللي سمعناه هذا هذا الكلام ترى ميؤوس منه وماخذ ما خير، عرفت شلون؟ السرطان مرض عضال يا جماعه الخير. ديروا بالكم خلكم مع الطبيب كذا، اذا بالاضافه اللي يعطيك اياه الطبيب تمشي مثلا بالشيح لا باس، بس لا تعتمد على اعتماد كلي وتترك كل شيء عنك. صحيح. احنا سمعنا العلنده وسمعنا هذا، لكن تقرا عن العلنده تشوف مضارها اكثر من فوائدها. نعم. فدير بالك يعني الشيح وغيره وهذا تبي تاخذها بس خليك مع الطبيب وتابع معاه، بانما اقول لك انا عشبه تدمر السرطان لا. انا اعرف ناس خذهم هذه ما ردهم ما سوت لهم شيء يعني. طيب دكتور وارتفاع ضغط الدم؟ ضغط الدم هني شنو؟ هني الكركديه، الكركديه هذا اللي يسمونه لا دول اكشن، يعني اذا شربتيه بارد لمفعول، اذا شربتيه حار لمفعول ثاني. شلون؟ اذا شربتيه بارد فهو مذر وزين حق مرضى الضغط. اي ينزل الضغط، اذا شربتيه حار يرفع. لا معرق. معرق. فزين حق اللي عندهم سخونه. سخونه. فاللي يصير معه سخونه. فهني كل ما تعرق تعرف فيصير تبادل حراري تنزل حرارته. نعم. فيشربونه كركديه حار دافي فيتعرق جسمه. اذا عنده ضغط يشرب ايش؟ يشرب الكركديه يكون بارد ينزل ضغط. اذا اللي ياخذ كركديه حار والهدف منه انزال الضغط هذا ما راح ينزل. لا 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 يشربه ايش؟ يشربه بارد عشان الضغط. اي اذا عنده سخونه زايده لا يشربه. في بعد شيء ثاني غير الكركديه؟ عندك انت عشبه الدومه، بس الدومه هذه صح تنزل الضغط بس ما عليها دراسات، بخشى انها تكون لها مضار على المستقبل يعني. نعم. دكتور الذئبه الحمراء هذا مرض مناعي انسى. انسى؟ مرض مناعي هذا. ما في مشكله. شنو عندنا هالسؤال يا ليت تفيدنا عن فوائد كحل الاثمد؟ الاثمد نعم. أي. الاثمد هذا اللي هو الحجر الاصفهاني هذا يستخدمونه يعني ككحل العين، هذا زين حق حساسيه العين، زين حق الجفاف، زين حق البصر، يقوي البصر خصوصا اللي عندهم دائما غبش في البصر. فمفعوله زين يعني اكتحال فوق الجفن، بس انصح انه ما يحطونه داخل العين، في بعض الناس يعني من الجهل انه يحطونه داخل العين. شكلهم هذا يتكحلون في غلط داخل خارج يعني على منابت الرموش. بس داخل راح يسكلهم قنوات الدمعيه ويدخلهم في مساحات يعني. يعني بنات لا تكحلون فيه، حطوا كنا اي لاينر. بالضبط بالضبط. مع الترمش مع الترمش الدمع القليل راح ياخذ يعني راح تاخذ العين جزء منه تستفيد منه، بس في نفس الوقت تعطي منظر جمالي. حلو. بس انه داخل العين يحطون له هذا خطأ. غلط. هذا زين حق جفاف العين، حق الغبش، حق وضوح الرؤيه وايد زين. نعم. دكتور تليف الكبد هذه مرحلة متقدمة جدا ما اعتقد الاعشاب لها دور. ما لها شغل. ما لها. زين دكتور في واحد من الشباب دائما يعاني من تساقط الشعر، في شيء بالاعشاب حق تساقط الشعر؟ اذا كان تساقط بسبب مثلا سوء تغذية خلينا نقول امور اخرى يعني ممكن، يعني عندك انت دهان الراوند هذا زين، عندك انت دهان ثاني بعد اللي هو الروزميري، زيت الروزميري. روزميري اذا اخذت انت زيت عطري لازم تخففه بزيت لوز حلو لانه يحرق البشرة. إذا لقيتها على شكل مثلا زيت مخلوط أساسا تقدر تستخدمه، يدلك في فروة الراس يحافظ لك على التساقط ويطلع لك البيبي هير خصوصا إذا صارت معك فراغات أو الراوند، دهان الراوند هم نفس المفعول. بس عيب الروزميري انه ممكن يشيب الراس يعني يصبح يطلع شعر اسود. مو ناقصين احنا في شيء يطلع شعر اسود يعني يمنع الشيب؟ ما في الا الصبغ بس. صبغ ما في الا طيب دكتور يعني البنات اللي وايد يصبغون شعرهم يبون مثلا ماسكات تكون طبيعيه. ماسكات شنو؟ حق يعني عنايه للشعر.
يعني الشعر احنا نستهلكه وايد كسشوار كصبغه شعر. صحيح. فنروح الصالونات يحطون لنا ما تدري ايش قاعد يحطون خلطات. انا طبعا هذه اكثر شيء اللي يستخدمونه الاسيويين بالذات بالفلبين. اذا الكون فروه الراس يمسحون الراس بزيت جوز الهند. جوز الهند. اي ساعه بعدين دش تسبح تغسل راسها. هذا زيت جوز الهند على فكره يأخر الشيب. يأخر. ما يعالجه اذا طلع. بس يأخر الشيب. اللي داوم عليه يشوف انه والله خذ فتره كذي لا اموره طيبه جدا. هذا شيء. الشيء الثاني ممتاز حق القشره. وايد زين ممتاز حق القشره والحكه بفروه الراس زيت جوز الهند. اللي يعاني من القشره. فانا نعم انا افضل انه زيت جوز الهند البكر هذا الوحده او الواحد حتى عادي يدلك فيه فروه الراس نص ساعه الى ساعه بعدين الدش. او يحطونه بالليل والصبح يغسلونه خصوصا ترى حتى الشباب اللي يعانون من القشره ممكن يعطي لمعان ويساعد التمشيط وكان كونديشنر طبيعي. احنا قاعد نشوف شعور الاسيويين وايد حلو والله هذا فسر. طيب عندنا هذا السؤال عن هل هناك علاج لداء الفيل؟ ما في انا ما اعرف. اي في بعض الامراض تحس انه لا هذه لازم تدخل دكتور، لكن شنو اكثر الاسئله اللي تجيك؟ يعني شنو يعني انا الحين قاعد اشوف انه بذور الكتان طالعه موضه، بذور مدري شنو كل يوم والثاني يعني احطه مع السلطه، لا اطلع الجلي ماله واشربه، هذه امور حقيقيه. بذور الكتان انت جبتي موضوع مهم جدا يهم الاخوات اللي عندهم في تاريخ العائله حاله سرطان ثدي او رحم ابيض. بذور الكتان هذه من المحظورات. محظور. من المحظورات نعم. ميزينه. اي. طبعا هو الجلي ماله. اي. عادي ينقعونه. اي. بعد ما تنقينا كذي فتره نص ساعه تشوفين الماده الهلاميه مالته طلعت. هذه يستخدمونها كجل للراس عشان ينفشون الراس ويسوون فيه الحركات هذه. بس يشربونه ساعات يقول لك لازم. في بعض الناس يشربونه نعم. يزيد الاستروجين بعد ويعني شباب الاستروجين احنا نقول انه ما ينفع هذه الفئه من النساء. ولكن هو له فوائد لا شك، ممكن ياخذونه مع السلطه ياكلونه يرشونه. بس هم لا يكثرون منه يعني. نعم. هذه مو اشياء بديله يعني. نعم. دكتور عندنا ام خالد تقول هل صحيح في علاج الام اس؟ عافيه اقرا سؤالي نقرا سؤالك. نعم. ما نقرا سؤالك. في علاج نعم تصلب اللويحي او التصلب المتعدد يسمونه مالتي سكلروسس. هذا في عندي حالات من اللي مروا علي، وطبعا هذا من تقارير انا اخذتها ونصحت فيها بعض الحالات اللي هو جذور الارغطيون وزيت زهره المساء اللي هو الايفنينج برايم روز. هذه ياخذونها ككورس 3 إلى 4 شهور. هذه تهدي من الهجمات. بس اذا واحد وصل معاه الى مرحله انه ما يمشي وهذا كذا ما راح تفيده. بس اللي عندهم هجمات ممكن ياخذون جذور الارغطيون يسمونها باردوك روتس ياخذون معاها الايفنينج برايم روز. هذه موجوده في الصيدليات وفي محلات المكملات على مدى 3 إلى 4 شهور راح تخف عليه من الهجمات. وانا عندي من المراسلات وايد من هذه، يعني اي واحد يحب يراسلني انا مستعد اني انا. زين دكتوره بسالك سؤال، انت قاعد تستخدم الاعشاب ولا لا؟ كل امانه حقي انا؟ ايه. اذا صار معي كحه شديده نعم بشكل عام. اذا معي يعني كحه الحين لما اسمع حديثك انا اقول صراحه اليوم كمشاهد لازم اليوم تكون حياتي قريبه اكثر من الاعشاب. وانا عندي احساس انك ما تستخدم الاعشاب. استخدمها بس في يعني شوف الحمد لله رب العالمين. خليني اتكلم كلام واجد. انا الحمد لله رب العالمين يعني الله يعني انعم علي بصحه الحمد لله. يعني قليل ما ازور طبيب. الحمد لله بفضل الله. قليل ما ازور طبيب الحمد لله. استخدم انا اعشاب مثلا حق اذا معي مشاكل في الباطنيه نعم استخدم اعشاب. اذا عندي كحه شديده ما ينفعني الا الاعشاب استخدمها. عندي تركيبتي الخاصه انا اسوي حق الكحه خصوصا ايام كورونا. اي نعم. فهذه الاشياء يعني انا حافظ عليها. يعني عندي حساسيه في العين استخدم كحل اسمد. طيب والدكتور موضوع رفع المناعه يعني شلون اعلي مناعتي؟ والحين طالعه موضه العسل، وهل العسل اللي يروج له عسل المانوكه او السدر الكويتي او انه لازم يكون يعني من نفس البلد اللي انت عايش فيها العسل، هذه كلها خرافات ولا هذه حقيقه؟ لا عسل من نفس البلد ونفس البيئه هذا الحكي مو صحيح. يعني الصحه هذه ترويج. هذا الترويج بس فيها شويه لوجيك. يعني ما اعتقد انها فيها لوجيك. لا ما اعتقد. ما اعتقد لان الايه واضحه. اي لان اي اوكي. بس ما ادري يعني كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شفاء مختلف الوان شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. بس ايه واضحه. فهينا
طيب آية واضحة. وأنواع العسل؟ أنواع العسل شنو ميزة المنوكة شنو ميزة هذا كذا؟ المنوكة في مادة بس ما تحضرني شوي معقدة، هذه اللي أعطتها شوية نوع من الـ 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 القوة. عسل المنوكة عدة تراكيز 18 20 22، يو ام اف اللي هو يونيك منوكة فاكتور. اي لا، انا في للاطفال وفي للكبار بالضبط. فاحنا نركز على يعني ما بين 18 الى 20، هاي التراكيز الزينه. زين، من 18 ل 20 مثل هاي التراكيز الزينه، بس ما نحاول ناخذ اكثر، اكثر قوي يصير. وبعدين كلام انا بوجه لكم انتم معشر النساء الله يستر لما تروحون محلات التجميل وتشترون الكريمات الواقيه للشمس ويغرونكم ان هذا نسبه الاس بي اف عاليه وكذا كذا كذا، ليش؟ انت عارفين انت شو يعني اس بي اف؟ لما تقرين اس بي اف 16 نعم، معناها ان اثر الشمس على بشرتك، الاثر الضار للشمس على بشرتك يحتاج 16 ساعه على ما يبدو، يعني على ما يظهر عليك. عكس اللي قاعد بالشمس بدون الحمايه هذه خلال ساعه صارت مع الحروق وهذا كذا، اللي تصير مع الحروق خلال ساعه بهالكريم 16 ساعه تحتاج انت تقعدين تحت الشمس ما يصير فيك شيء. احنا عندنا نهار مدته 16 ساعه؟ ما عندنا، ليش تاخذين اس بي اف 16؟ اوكي. اس بي اف 6 8 كفايه عليك. بعدين هذه كلها يعني في 50 و100 كلها ما لها داعي، صدقيني كلها ما لها داعي. وكل هذه الاشياء مواد كيماويه كيميكلز كلها ما لها داعي. اس بي اف يعني سن بروتكشن فاكتور. صح. الحروق اللي تسوي لك اياها الشمس بساعه مع هالكريم هذا يحتاجين 16 ساعه، 50 ساعه بالشمس، من يقعد 50 ساعه بالشمس؟ نهارنا كم؟ انت كلها مش فات تروحين داوم ترجعين، فلا تروحين لهذا الشيء تدفعين فيه فلوس اكثر. نعم، الدكتور الرساله الختاميه اليوم اذا بوجهها للناس ان الطب الاعشاب هو مكمل للطب الكلاسيكي الطب الحقيقي، وايضا ما يكون ما اروح الجا له، ممكن تلجا له كيفك انت بالنهايه، لكن لازم تاخذ راي الطبيب. هذه رساله بك، توجه رساله للناس. نعم، عشان يستوعبون. نعم. انت تروح للطبيب تقعد مع الطبيب وتقول له انا اخذ اعشاب، ترى الطبيب له راي في الموضوع، قال لك الطبيب يعني وخر على الاعشاب، لا ترجع لي انا كعشاب، لا انا اخذ كلام الطبيب اصلا، انا مع الطبيب كل شيء يقوله. حلو. الطبيب مصلحتك ما هي مضرتك. اكيد. خليك مع الطبيب، افحص، شوف شنو حالتك، شنو العله اللي انت تشتكي منها بالضبط، سوي تحاليلك، بعدين تروح تبحث عن الاعشاب اللي تناسبك. ضربه ما تحتاج انك انت تجيني انا، تقدر تفتح هذا، تشوف انت عندك الويب ميد، تشوف عندك انت المايكلينيك، كلها هذه يعني مواقع ما شاء الله مفتوحه للجميع، يقدرون يقرون. مراكز علميه حاطه ابحاث كبيره. طيب. على الاعشاب. دكتور بعد اذنك، علشان قبل لا نخلص معك الحلقه، عندنا شويه اسئله. علاجات موضعيه مثلا تقلل النمش او تصبغات البشره في؟ يعني تبينها يعني كعلاجات تجميلية. جاهزه يعني كتجميليه؟ ايه؟ نعم في موجوده. نعم، عشان النمش معينة؟ النمش صعب. انما الكلف تصبغات هذه كلها مثلا، هذه ممكن في لها اعشاب خاصه عندك انت، زيت اللوز ممكن يستخدمونه، بس في اشياء تعجل لك من هذا الشيء اللي يكون فيها نسبه بيروكسايد، تكون نسبه بيروكسايد يعني قليله ما تتجاوز 15%. نعم. مضاف الى هذه الكريمات من زيت اللوز مثلا تستخدمينه انت تشيل لك هذه التصبغات. زيت السمسم، زيت السمسم ترى هذا ممتاز كسن بروتكشن. حلو. واقي للشمس، زيت السمسم. زيت السمسم. زيت السمسم مع اي كريم عندك انت حطي. ما تحتاجين واقي للشمس، واقي للشمس طبيعي. زبدة الشيا، زبدة واقي طبيعي من نشاط الشمس. نعم. فلا تروحين الى الاشياء اللي فيها اس بي اف عاليه. جميل. فقط خلطي زبدة او زبدة الشيا او زيت السمسم مع اي كريم عندك انت، توكل طلعي برا لا تخافين. انت كذي حميت نفسك من الشمس. شكرا جزيلا لك يا دكتور. وصراحه الوقت مر معاك بسرعه والاسئله كثيره جدا، اتمنى من حضرتك تاخذ جوله كذي على هاشتاج ليالي الكويت تشوف الناس شنو اسئلتها كانت. شكرا لك دكتور. شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليله، نشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى مع بقيه الزملاء، نقول لكم تصبحوا على خير. ويكند سعيد ومع السلامه.